السلام عليكم، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. تم الإعلان اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر لعام 2021 عن تشكيل حكومة جديدة في دولة الكويت، وتضم هذه الحكومة لأول مرة ثلاثة نواب معارضين ونائب مستقل. وأسماء الوزراء الجدد هم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، وزير النفط والكهرباء الدكتور محمد الفارس، وزير العدل المستشار جمال الجيلاوي، وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، وزير الإعلام والشباب الدكتور حمد روح الدين، وزير شؤون مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبد الوهاب الرشيد، وزير البلديات والاتصالات الدكتورة رنا الفارس، وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور علي فهد، علي موسى وزيرا للأشغال، عيسى الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، مبارك العرو وزير للإسكان والشؤون.